الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. مساء الخير وتحياتي يا دكتور. فعلا استاذ تامر، بس على النور. أخبار حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير. تمام يا فندم، الحمد لله. الحمد لله. كيف استقبلت قرار السيد الرئيس اليوم؟ وأعتقد أنه يصب تماما في مصلحة المواطن الأكثر تضررا واحتياجا هذه الأيام. بالتأكيد يا استاذ تامر، طبعا احنا يعني اسلج هذا القرار، اسلج صدورنا جميعا. يعني انا مش بس على المستوى الحزبي، ولكن على المستوى الشعبي وكل الناس اللي موجودين حواليه. انا عايز احلل يا استاذ تامر القرارات بتاع النهارده منظور مختلف، لان حضرتك تقريبا اوجزت في الانترو قلت معظم الحاجات. اشكرك يا فندم. انا عايز بس اقول انه لا نستهين بالمبلغ اللي هو من 200 يصل الى 300 جنيه. ايوه. هو اتقسم طبقا لعدد الاسر على كل بطاقه تموينيه. وهنا نراعي انها عمليه دقيقه جدا. وده كلف زياده، يعني الدوله بتتحمل في البطاقات التموينيه 3 مليار جنيه شهريا، يعني 36 مليار جنيه سنويا. مظبوط. الزياده بتاع النهارده بتزود على 3 كمان مليار جنيه شهريا، يعني 12 مليار جنيه سنويا. ما هي دي النقطه المهمه يا دكتور عصام اللي كنت بتكلم الساده المشاهدين فيها، انه ربما حد يقول لك يا سلام، هو 200 جنيه هيعملوا ايه في ظل الغلاء ده؟ هو ال 200 جنيه دي لكل مواطن، لكن بالنسبه للدوله القرار بتاع ال 200 جنيه لكل مواطن او لكل اسره يترجم زي ما حضرتك تفضلت بمليار جنيه شهريا تتحملها اعباء الدوله. بما يعني لو هشوفها حضرتك نسبه وتناسب 50% زياده. صحيح. تتحملها الدوله على البطاقه التموينيه. مظبوط. فيها البعد ان القياده السياسيه تفعل ولا تتحدث كثيرا. يعني انها تراعي فعلا الانسان المواطن المصري محدود الدخل. طبعا. وهنا هاخد منها بس جزئيتين، اسمح لي يا استاذ. اتفضل يا فندم. سياسيتين، الاولانيه ما يدعوا حقوق الانسان ويتشدقوا بحقوق الانسان من الخارج. اللي عملته مصر في كثير من الدول، يعني هي اعتى الدول اقتصاديا، لم تقدم على فعله، بل وجدنا بعض الدول بيخاطبوا المواطنون ان احنا علشان عندنا الطاقه وازمه الطاقه، فبعض الاسر ستضطر انها توفر وجبات الاكل استخداما للطاقه. صح. ما قالوا لهمش احنا هنساعدكم. صح. لا، وفي بعض الحكومات في اوروبا كمان رفعت الدعم النقدي اللي بيوجه لبعض الفئات مؤقتا. تماما. يبقى انا النهارده بشوف دي حقوق انسان ولا مش حقوق انسان؟ أن الإنسان يعيش بقدر الدولة بتبذل قصارى جهدها عشان خاطر تخفف من الآثار العالمية، والدولة المصرية ليس لها، يعني ما فيش مشكلة عندها وهي ليست مسببة في هذه الأزمة العالمية. صحيح. الجزء الثاني أنا بنرد به عمليا على ادعاءات أهل الشر اللي يعني قنواتهم وبيلطموا صندوق النقد الدولي ومصر هتوافق على رفع الدعم عن المواطن الغلبان. احنا نفكر كده نقول دي اثاره، لا ده انا مش برفع الدعم، ده انا بزود قيمه الدعم للمواطن المصري حيد الاحتياج. صحيح. يبقى يعني بنديهم الصعصعين، وعلينا احنا ان احنا هذه الحمله المسعوره الا نلتفت اليها ونعرف انها كلها كذب وكلها افتراءات. ده جزئيتين في هذا الموضوع. لا، وزي ما حضرتك تفضلت يا دكتور، المتشدقين بفكره حقوق الانسان والضاغطين بالورقه دي سواء من الخارج او بعض للاسف الاصوات اللي بتستجيب للكلام ده في الداخل، يعني انا اتمنى ان هم بدل ما يزودوا الضغط ويزودوا الابتزاز السياسي والمعنوي يحاولوا يقدموا حلول ويحاولوا يقدموا مساعدات حقيقيه للمصريين اللي هم بيقولوا ان هم بيدافعوا عنهم. استاذ تامر، حضرتك تعلم اكثر مني أن هذا ليس لمصلحة المصريين، هم يتكلموا لمصلحتهم الشخصية. صحيح. محدش هينظر إلى مصلحة المصريين غير المصريين أنفسهم. العالم كله سياسة المصالح. تمام. فهنا أنا بنتهز الفرصة دي مع حضرتك وبقول طب إحنا بقى نعمل إيه؟ نقف إزاي مع بلدنا؟ يعني إحنا جدعان قوي وبنقف، يعني أتمنى إن إحنا نبقى برضه بنفس الصفات الموجودة، ان بيقولوا جدعان في الازمات. صحيح. يبقى في ازمه زي كده انا اساعد ازاي؟ اساعد بان انا نمره واحد ازود وعي كل اللي حواليا، نمره اتنين ان انا اشتغل اكتر. صح. عشان انتج اكتر. وما حدث من مراعاه
البعد الاجتماعي لحد النهارده مش وليد اللحظه يا استاذ تامر. مظبوط. ومش بس بسبب طلب الحوار الوطني والقوى السياسيه، لا، هذا هو منهج فخامه الرئيس من 2014. لانه احنا لو ناخد بقى مبادره حياه كريمه والصحه مش هنقدر نعدد ما فعل المواطن المصري. لا، انا هتوقف هنا يا دكتور عصام عند اللفته اللي حضرتك قلتها، وانا متفق معاك تماما فيها، وهو الناس اللي في بعض الاحيان في الشارع بتسالنا، سواء حضراتكم كسياسيين او احنا كاعلاميين، طب احنا ازاي نقدر نساعد في هذه الازمه؟ ازاي يبقى لينا دور في ان احنا نخفف الاعباء ونمر من الازمه سريعا؟ اللي حضرتك قلته سريعا بصراحه هو مربط الفرس، انه كل مصري سواء بقى متاثر او غني او متوسط الحال او محدود الدخل، الروشتة نشتغل اكتر ونستهلك اقل. لو عرفنا نعمل الروشتة دي خلال فتره الازمه، هنكون ان شاء الله من الفريق الناجي من هذه الازمه المشكله. ولو هنتقدم اكتر واكتر يا استاذ تامر ان شاء الله. ان شاء الله. واخيرا انا يعني مش بس هي البطاقات التموينيه، لا، ده اضافه مليون اسره من اول سبتمبر في الحمايه، اجراءات الحمايه، تكافل وكرامه. تكافل وكرامه، فهذا موضوع اكثر من رائع. صحيح. الحقيقه احنا انبسطنا جدا من هذا، من هذه القرارات، ويعني الواحد احيانا بيعجز على انه يقول شكرا. نتمنى ان الازمه لا تطول علشان نعبر منها سريعا ونرجع نقف على رجلينا ان شاء الله تاني باقتصاد مصري قوي ومتنامي باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاحرار.